يا ترى ايه اللي هيحصل في مصر يوم 2 نوفمبر؟ ايه اللقاء المصيري اللي كل الناس مستنيه تعرف نتائجه؟ مين المسؤول الدولي الكبير اللي هيوصل القاهره في اليوم ده؟ وايه الملفات المتوقع مناقشتها معايا؟ بانكير نبض البنوك. من كام يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم بوضوح عن المشاكل اللي تسببت فيها تطبيق شروط صندوق النقد، وقال ان لو ده يمثل عبء على حياة الناس لازم نراجع الاتفاق مع مسؤولي الصندوق. بعدها طلعت مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا واعلنت انها تزور مصر خلال 10 ايام لمناقشة البرنامج مع الحكومة المصرية. وفقا لمصادر مطلعة الزيارة دي هتتم يوم 2 نوفمبر اللي جاي. فهل الزيارة هتكون مجرد زيارة عابرة ولا وراها ملفات ومناقشات هيكون ليها تأثير كبير على حياتنا كمصريين؟ ليه أصلا الرئيس السيسي أشار بوضوح إن لو في أي أعباء أو تأثيرات سلبية على الشعب من برنامج الصندوق لازم يتراجعوا عنها؟ هل ممكن نسمع قرارات جديدة بخصوص التمويل أو برامج الإصلاح؟ خلينا نبدأ وندي حضرتك خلفية عن التفاصيل اللي كلنا في انتظارها. أول حاجة، ليه مديرة صندوق النقد جاية مصر؟ في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وبالنظر للوضع الاقتصادي المصري، الزيارة دي تعتبر فرصة كبيرة للحكومة المصرية أنها تناقش سبل تطوير برنامج التمويل مع الصندوق. وبما أن مصر بتمشي خطوات ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الوضع الحالي بيحتم أن يكون في مراجعة شاملة لشروط الصندوق، خاصة بعد تصريحات السيسي اللي قال فيها بوضوح أنه مش هيقبل أي ضغوط ممكن تأثر على حياة المصري. الرئيس شدد في كلامه على أهمية توجيه البرنامج بشكل يحقق التوازن بين الإصلاح وحماية المواطن من الأعباء الاقتصادية. إيه هي الملفات اللي هتكون على طاولة النقاش؟ أول ملف هيتم مناقشته الديون وأسعار الفايدة. مصر حالياً عندها تحديات كبيرة مع الديون الخارجية والفوائد اللي بترتفع على القروض، والنقاش هيكون حوالين إزاي الصندوق ممكن يساعد في إعادة هيكلة بعض الديون أو حتى تخفيف أعباء الفوائد علشان نقدر نحقق استقرار أكتر. تاني ملف هو سعر الجنيه، سعر الجنيه مقابل الدولار بقى من المواضيع الحساسة جدا. الحكومة عايزة تتجنب مزيد من الضغط على الجنيه، وده هيكون ملف مهم جدا في المفاوضات. هنشوف إذا كانت الحكومة والصندوق هيقدروا يتفقوا على سياسات تدعم استقرار العملة المحلية وتحد من التضخم اللي المصريين بيعانوا منه ولا لا. كمان التوسع في الصناعة والزراعة. الرئيس السيسي دايما بيتكلم عن أهمية الاعتماد على الصناعة والزراعة كمجالات أساسية لدعم الاقتصاد، والملف ده هيكون ليه دور كبير في النقاش. هل الصندوق هيشجع سياسات تدعم التوسع في القطاعات دي بحيث تقدر مصر تعتمد على نفسها في الإنتاج وتقلل الاستيراد، بالإضافة لملف برامج الدعم والحماية الاجتماعية اللي يعتبر من أهم الملفات، لأن الحكومة عايزة تضمن أن برنامج الصندوق ما تأثرش سلبا على الدعم المقدم للفئات الضعيفة. هنا ممكن الصندوق يشوف إزاي يدعم برامج الحماية الاجتماعية بشكل يخفف العبء عن المصريين الأكثر احتياجاً. الحكومة والصندوق يبحثوا كمان طرق تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة. ده ممكن يشمل تقديم تسهيلات أكتر، بيئة استثمارية أفضل تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. طب هل الزيارة دي هيكون ليها تأثير على تحسين حياة الناس في مصر؟ القرارات اللي ممكن تنتج عن الاجتماع ده هتنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة المواطن، ولو حصل اتفاق على تسهيلات جديدة أو تخفيف في الأعباء المالية، ده هيساعد الحكومة تدي دعم أكتر للمشاريع المحلية وتوفر فرص عمل أكتر كمان. بس في نفس الوقت لو حصل الضغوط من الصندوق بزيادة الضرائب أو تقليل الدعم، هنا هيكون في تحديات جديدة للمواطن المصري. الأكيد أن زيارة مدير صندوق النقد الدولي لمصر مش مجرد حدث عادي، فرصة مهمة جدا لمصر أنها توصل صوتها، توضح احتياجاتها بدون ما تحمل الشعب أي ضغوط إضافية. بس يا ترى هل هنشوف تنازلات من الصندوق لدعم مصر بشكل مختلف؟ هل هيكون في تغيير حقيقي في برنامج الإصلاح علشان يناسب ظروف المصريين؟ خلونا نستنى ليوم 2 نوفمبر ونشوف إيه اللي هيحصل. أنا أشرقة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.